من سيكسب الجولة؟ سؤال تصدر الصحف والفضائيات والمنصات الإعلامية والإخبارية. لا حديث غير الانتخابات الإيرانية داخلياً وخارجياً، محلياً، إقليمياً ودولياً. من سيكون خليفة لرئيسي ويشغل كرسي رأس السلطة التنفيذية في البلاد؟ أنظار شاخصة نحو البرامج وأخرى نحو السياسة، وما بين الاثنين مصالح شعبية وعلاقات واتفاقات خارجية، وقبل كل شيء تجربة ديمقراطية يشهد لها من ينطق الشهادة وينتقدها من لا يفقه من الحرية غير الشعارات. لا خوف على الجمهورية الإسلامية التي يقودها الإمام الخامنئي وخلفه حرس ثوري وبينهم قادة أشداء لا يعلم ما في قلوبهم إلا الله، لكن الحقيقة المكتوبة على سواعدهم ستبقى الجمهورية قائمة حتى قيام الساعة، وهذا ما ستترجمه صناديق الاقتراع. وما بين جليلي وبزشكيان منصب لقب سيسبق اسم أحدهم إذا سبق أصوات الآخر.